استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. هذا اليوم السير جاكي ستيوارت بطل سباقات الفورمولا 1 في فترة السبعينيات، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارتي للبلاد لحضور منافسات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2023 للفورمولا 1. ورحب صاحب الجلالة خلال اللقاء بالسير جاكي ستيوارت شاكرا زيارته وحضوره هذا السباق العالمي الكبير والذي تستضيفه مملكة البحرين سنويا، منوها بما قدمه من مستويات متميزة وما حققه من إنجازات عبر مسيرته في سباقات الفورمولا 1 والتي تحظى بشعبية عالمية واسعة. كما جرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول سباقات الفورمولا 1 والدور الذي تلعبه هذه التجمعات الرياضية العالمية في تعزيز التواصل والتقارب بين الشعوب، وبما يعمق روح الصداقة والتعارف وتبادل الثقافات المختلفة، متمنيا جلالته له طيب الإقامة في البحرين وقضاء أوقات سعيدة مع هذا السباق. من جانبه أعرب سير جاكي ستيوارت عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على حسن الاستقبال وعن أطيب تهانيه لجلالته بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة وتتويجه بلقب بطولة العالم لسباقات القدرة.